كل التحية لكم مشاهدينا الأحباء، تحية لكل من يتابعنا الآن عبر تلفزيون سلطنة عمان واللي تابعنا عبر الإذاعة. نتمنى له دروب السلامة بإذن الله. في هذه المحطة الأولى الحديث سيكون عن الوفد القطري من جامعة حمد بن خليفة من دولة قطر والمشارك في منتدى جامعات المستقبل وملتقى التدريب والتوجيه الوظيفي الأول لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. تفاصيل أكثر حول هذه المشاركة ينضم معنا الآن في استديو برنامج قهوة الصباح الفاضل فيصل من أحمد المهندي رئيس وفد جامعة حمد بن خليفة المشارك في منتدى جامعات المستقبل. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. يا هلا ومرحبا فيكم، وصبح عليك بالخير سيف، وصبح عليك بالنور يا حورا، وصبح أيضا على السادة المشاهدين والسادة المستمعين لتلفزيون عمان الشقيق. أهلا وسهلا. ومعنا الفاضلة راوية بنت حارث البوسعيدية طالبة ماجستير الآداب في الترجمة السمعية البصرية بجامعة حمد بن خليفة ومشاركة ضمن الوفد القطري. أهلا وسهلا وصباحك خير معنا راوية. صباحك نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيصل، احنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في استوديو برنامج قهوة الصباح وبحضورك ايضا على ارض السلطنة، وكذلك ايضا راوي احنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا، وان شاء الله اللقاء يكون مثري وراح نتعرف على التفاصيل المشاركة المميزة في هذا المنتدى. ابتدأت معك يا فيصل، خبرني، خبر حوراء وكذلك المشاهد الكريم عن طبيعة اساسا مشاركتكم في هذا المنتدى، منتدى جامعات المستقبل. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مشاركة جامعة حمد بن خليفة هي مشاركة في البداية مشاركة للأشقاء في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ودائما نكون مشاركة الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة. مشاركتنا جاءت عن طريق المنتدى، شاركنا فيها بثلاث طالبات من طالبات الماجستير والدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة، وأيضا شاركنا في ملتقى التدريب والتوظيف التوجيه الوظيفي لجامعة التقنية بمساحة وفرتها لنا الجامعة لاستقطاب الطلبة لاستكمال برامج الماجستير والدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة. بس خلنا نعطي في البداية لمحة بسيطة عن جامعة حمد بن خليفة. هي جامعة بحثية تعي بالبحث العلمي، أنشئت في عام 2010 تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. لدينا أكثر من 36 برنامج الماجستير والدكتوراه متخصصة في 6 كليات. لدينا أكثر من 1500 خريج. لدينا حاليا 900 طلاب على مقاعد الدراسة. لدينا أيضا أكثر من 3 مراكز بحثية بالإضافة إلى المراكز الأخرى اللي تابعة لجامعة حمد بن خليفة. نعم هي جامعة ناشئة لكنها جامعة متخصصة في برامجها الذاتية وبرامجها الدقيقة في الماجستير والدكتوراه. وإحنا جئنا لاستقطاب الطلبة العمانيين لما رأيناه من تفوق للطلبة العمانيين الموجودين عندنا في جامعة حمد بن خليفة. وعلى سبيل المثال راوية أحد الطالبات الموجودة معنا. لدينا يعني ما شاء الله مجموعة من الطلبة المتفوقين من سلطنة عمان، وجئنا استقطاب أكثر من هؤلاء الطلبة لإثراء البحث العلمي وإثراء الحركة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. جميل. راوية، أنت مشاركة في هذا المنتدى وطالبة ماجستير في جامعة حمد بن خليفة. في البداية نتحدث أكثر عن مشاركتك أيضا في منتدى جامعات المستقبل. هو إحنا كطلاب مشاركتنا كانت أن نحضر الورشات المقدمة وأيضا يعني نحضر المعرض التدريب والتوجيه الوظيفي. نعم. وبصراحة كانت تجربة جدا حلوة. جميل، ممتاز. ولكن أنت كطالبة أيضا يعني إيش تعنيش مثل هكذا مشاركات أساسا؟ بصراحة أولا يعني كطالبة أصلا أنه الملتقى كان يتحدث عن تطورات التكنولوجيا في التعليم بنفسه، فإنه أساسا أنت كطالب لازم تكون مطلع ومتعرف على التكنولوجيا وكيف هي حاليا قاعدة تتغير التعليم. ففي بعض الورشات كانت تتطرق على استخدام شات جي بي تي الحين ما شاء الله منتشر في كل مكان، استخدام الخدمات الثانية اللي توفرها مختلف الشركات مثل مايكروسوفت وغيرها في التعليم، وأيضا اللي هو معرض التوجيه الوظيفي والتدريب. صراحة يعني كطالبة
يعني يشجعك انك يعني تشوف الاوبشنز اللي موجوده. ممتاز. انت شو تخصصك بالضبط؟ انا تخصصي ترجمه سمعيه بصريه. وليش اخترتي بالتحديد جامعه حمد بن خليفه؟ اولا جامعه حمد هي في المينا ريجن هي الوحيده اللي اساسا تقدم هذا البرنامج. حلو. كما انه هو معتمد من جامعه جنيفا. فهذا يعني اعتماد ما شاء الله قوي. والترجمه السمعيه البصريه بشكل عام في العالم العربي إلى حد ما تطورها ما زال بطيء في بداياته. ممتاز. بس جامعة حمد بن خليفة ما شاء الله هي من أوائل الجامعات حاليا اللي قاسة تطور في المجال، وبصراحة يعني التجربة جدا رائعة. ممتاز. جميل. أستاذ فيصل، طيب يعني الآن هذا المنتدى حاضر معنا هنا في سلطنة عمان، سؤالي كيف ممكن أن تساهم أيضا أو يساهم هذا التعاون بين الجامعات الخليجية في الارتقاء بمستوى التعليم من وجهة نظرك؟ طبعا مثل هذه المؤتمرات وهذه المنتديات هي ليست بالأولى على الجامعات الخليجية. بالضبط. سبقها في كانت بطولات رياضية كانت في قطر في شهر فبراير، كانت البطولة الخليجية التاسعة للجامعات مؤسسات التعليم العالي، كان فيها تجمع كبير للجامعات الخليجية، وبعدها صارت في مؤتمرات وتعاونات مع الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا يعمل عملية احتكاك ما بين الموظفين مع الطلاب لمعرفة البرامج الموجودة، معرفة النشاطات الموجودة. وإحنا اليوم يعني موجودين في 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 سلطنة عمان دعما للمؤتمر والمنتدى اللي تقدمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأيضا استقطاب في نفس الوقت للطلاب، وأيضا دعم للحركة التعليمية. الآن في برامج موجودة في جامعة سلطان قابوس، في برامج موجودة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لكن أيضا هناك في برامج مختلفة في جامعات أخرى مثل جامعة حمد بن خليفة في تخصصات دقيقة قد يحتاجها الطالب العماني، قد يحتاجها الطالب الخليجي، لكن لا يعرف عنها. فاليوم هنا للترويج عن هذه البرامج، لأن اليوم الآن لما الطالب يجيني من سلطنة عمان أو من أي دولة من دول الخليج أو من دول العالم ويأخذ العلم هذا يستفيد عندي ويرجع بلده، صحيح، ويطبق هذا التعليم، بكرة يصير في تعاونات ما بين الدول بسبب من؟ بسبب الطالب هذا اللي أثرى بلده من التعليم اللي خده من دولة ثانية. فيصير في تعاونات على المستوى الدولي، تصير في عملية إثراء للحركة التعليمية والحركة في دول مجلس التعاون الخليجي. فمثل هذه المؤتمرات، هذه المنتديات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعاون ما بين الجامعات الخليجية وعقد المزيد من المعرفة في المعرفة التعليمية، خصوصا ان احنا في اول يوم في منتدى التوجيه والتدريب الوظيفي اللي كان الافتتاح في اول يوم امس، شهدنا اقبال كبير من الطلبة العمانيين وانهم يبحثون عن الاستكمال دراساتهم الماجستير والدكتوراه، ولاحظنا ان في طلبه متفوقين هم يبحثون عن هذه الاشياء، وجهناهم للتخصصات اللي هم يبحثوا عنها، وكنا سعيدين لما احنا نجاوب على هذه الاسئله اللي كانت تجينا عن تخصصات جدا دقيقه مش موجوده في اي مكان، وهم يبحثون يكملون عنها. وايضا احنا مستمرين ايضا اليوم الثاني ان شاء الله، واليوم الختامي لين الساعة 5 مساء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض موجودين. اللي عنده أي سؤال حاب أنه يستفسر عن الماجستير والدكتوراه، حتى أنتم يعني مذيعين تبوا تكملون ماجستير والدكتوراه بعد، حياكم الله. احنا سعيدين بتواجدكم معنا، وأيضا شرفنا كل شاب وشابة عمانية يود استكمال هذا التعليم العالي. فيصل، طيب أيضا راوية يعني على ذات السياق لربما اللي تكلم فيه أستاذ فيصل، لأن يعني إحنا دخلنا مباشرة ربما إلى طبيعة المشاركة، ولكن لنعرف المشاهدين الكرام أكثر وأكثر حول هذا المنتدى، حول هذا الملتقى. هل لجامعة حمد بن خليفة أيضا ركن خاص أساسا بإمكان الزوار يروحوا إلى هذا الركن يتوجهوا إليه يتعرفوا على كل الاستفسارات على كل المعلومات اللي حابين يأخذوها؟ كما ذكر الأستاذ فيصل، جامعة حمد بن خليفة لها بوث متواجد، وهناك بيكون في موظفين من الجامعة متواجدين يشرحوا حال الطلاب، كل البرامج المتواجدة، يجاوبوا عن كل استفساراتهم، ويعني يحضرون. هذا يضم جامعات من مختلف الجامعات ولا إيش بالضبط؟ هو في مشاركات من جامعات أخرى. أيوة.
بس بصراحة ما أذكر جميع الجامعات. طبعا ما تذكري، ولكن نتكلم عن في مشاركة يعني في مشاركة من مختلف الجامعات في هذا الملتقى وفي هذا المنتدى كذلك. وحسب حتى الجامعات اللي ما عندها بوثات مشاركة، في طلاب من تلك الجامعات جايين يشاركوا كحضور في هذا الملتقى. في شغف، في إقبال من قبل، في تفاعل من قبل الطلبة والطالبات في مؤسسات التعليم العالي أنهم فعلا يكونوا حاضرين في مثل هكذا ملتقى، في مثل هكذا منتدى يعنى تحديدا بهذه الجوانب؟ أيوة، كان في إقبال، وبالأخص أنه يعني الموضوع متعلق بالتكنولوجيا والتعليم، فما شاء الله يعني كان في إقبال من الطلاب، من غير أنه يعني حاليا الطلاب العمانيين يعني دائما يفكروا فيما بعد التخرج من البكالوريوس أو الدبلوم. صحيح. فأيضا يعني تفاعلوا مع المعرض الموجود، يشوفوا فرص التدريب ويشوفوا فرص الوظائف اللي الشركات والمؤسسات قاعدة توفرها. جميل. أستاذ فيصل، يعني كنا نتحدث عن سبب وجودكم في سلطنة عمان ومشاركتكم أيضا في منتدى جامعات المستقبل، لكن هل سنحت لك الفرصة أنك تزور بعض من المعالم الثقافية السياحية في سلطنة عمان؟ هذه أول زيارة لك؟ هذه مش أول زيارة لي طبعا. جميل. سلطنة عمان طبعا دائما الزيارات تكون يا أما عمل أو اجتماعات، لكن ما زال في هناك شغف في التعرف على بعض الأماكن السياحية، لكن في النهاية مثل ما تقولين أنا جاي بيتي الثاني، يعني ماني بغريب على سلطنة عمان، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نستكشف عمان، نستكشف السياحة الطبيعية الموجودة في السلطنة. لكن الآن احنا نصب تركيزنا شوي على الطلبة لين ما ناخذ الطلبة العمانية كلهم هم اللي يروجون عن سلطنة عمان. عشان كذا انا بسألك هذا استاذ فيصل، يعني بوجودكم في الركن اساسا المشاركين في هذا المنتدى وفي هذا الملتقى ايضا، يعني ايش اكثر الاستفسارات او الأسئلة التي كانت مناط الحديث من قبل الحاضرين من الطلبة والطالبات حول جامعة حمل بن خليفة؟ طبعا هي اكثر الاسئله عن التخصصات المطلوبه، هل احنا عندنا دراسات عليا او بكالوريوس، هل في مثلا سكولرشيب، هل في اليه التقديم شلون. طبعا احنا عندنا 36 برنامج، 35 برنامج منها ماجستير ودكتوراه، وبرنامج واحد فيه بكالوريوس في علوم هندسه الكمبيوتر. جامعتنا فيها كثير من التعاونات مع جامعات أمريكية، مع جامعات أخرى أيضا في عملية إثراء المنهج الدراسي. احنا نوجه الطلبة على طريقة وآلية التسجيل للقبول، فالطالب لما يجي عندنا يختار تخصص، نراوي التخصص ونراوي شنو الأشياء المتطلبات اللي يحتاجها كل تخصص، من مثلا معدل تراكمي للبكالوريوس، من إذا عنده الآيز أو التوفل، إذا كان فيه يبي يدرس دكتوراه أو يدرس ماجستير. في بعض الطلبة يجونا يبي يدرس ماجستير مثلاً، يبي يدرس مثلاً بس يعطيك عنوان عام بالضبط. إحنا نقول إحنا تخصصي، وإحنا نعطيه مثلاً يقولك بدرس ماجستير في الهندسة، طب وين في الهندسة؟ دس كمبيوتر أم سبراني أم المعلومات أم بيانات؟ ففي أشياء تخصصية إحنا نوجه الطلاب عليها وندلهم آلية التسجيل، وبعد ما يسجل وجيل القبول ممكن يقدم على سكولرشيب، وممكن أيضا الجامعة تقدم له سكولرشيب في عملية استكمال دراسته، وأيضا إيش الأشياء اللي بعد الدراسة سواء من سكن، من راتب، من فرص، في سواء فرص عمل أو فرص للمشاركة داخل الجامعة سواء في الفعاليات والأنشطة اللا صفية اللي هي فيها عندنا أنشطة مثل رحلات خارجية داخلية. جميل. بعض الورش، المحاضرات اللي نقدمها. فالاستفسارات هي بشكل عام عن الجامعة وعن التخصصات اللي يحتاجها الطالب العماني. جميل، شكرا لكم على هذا الحديث الجميل حول مشاركتكم في منتدى جامعات المستقبل، وشكرا أيضا على حضوركم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك الفاضل فيصل بن أحمد المهندي، رئيس وفد جامعة حمد بن خليفة المشارك في منتدى جامعات المستقبل، وأيضا الفاضلة راوية بنت حارث الوسعيدية، طالبة ماجستير الآداب في الترجمة السمعية البصرية بجامعة حمد بن خليفة ومشاركة ضمن الوفد القطري. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا الأحباء.